الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله وشأن سائر المسلمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء وسائر أمة حبيبك المصطفى بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الوجه الأكمل الذي ترضاه منا وتقبله وتثيبنا عليه يا رب العالمين، وبرئنا من كل خلق واعتقاد يخالف شرعك واعتقاد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين، املأ قلوبنا حكمة وإيمانا ونورا ويقينا، واجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ما حيينا يا رب العالمين، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين، واحقن دماء المسلمين، واجبر كسر المكسورين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، من قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الحافظ الورع سيدي أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته في الدارين آمين. بدأنا في الحديث الأول من الجزء الثاني من المجلد الأول من الكتاب، وهو حديث تخفيف الصلاة، وهنا خطأ في الترتيب في المطبعة، هو المفروض يكتب الحديث رقم 42، كتب 43، في النسخة بتاعتي مكتوبة 43، يبدو أن اللي بيطبع رقم فخطأ، حصل خطأ في الترتيب، يعني آخر حديث كان الحديث الحادي والأربعون، وده أول حديث بعده يبقى 43. حديث تخفيف الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وقرأنا الوجه الأول وبينا أن التخفيف كانت ليست عادة النبي، ولكن عادة النبي الإطالة في الصلاة إلا أن يكون هناك عذر.
وأن التخفيف سنة متبعة في صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب بتوافق إفطار الصائم ونهاية أعمال أهل العمل فيكونوا متعبين، وكذلك وقتها قصير، فالتخفيف الأصل في صلاة المغرب. باقي الصلوات كان النبي يقرأ بالستين آية والثلاثين آية، وكان إذا قرأ سورة أتمها في الغالب العام، وكان لا يأتي بجزء من سورة، وكان لا يهجر سورة من القرآن، فقرأ بالقرآن كل عدة مرات في صلواته، فقرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران وبالنساء في الفرائض وفي النوافل وفي كل شيء، ولولا فعل ذلك ما تلقت الأمة من فمه الشريف القرآن، لأن الأمة تلقت القرآن من فمه من خلال صلواته صلى الله عليه وسلم، حفظوه منه من خلال الصلوات، كيفية النطق وكيفية العبادة وكيفية الانفعال مع كلام الله عز وجل. فإذا جاء على آية عذاب استعاذ، وآية طلب طلب، وآية رحمة استرحم، وآية استغفار استغفر، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن كالتسجيل، ولكن يقرأ القرآن بانفعال، إذا طلب منه مثلا آية واستغفر الله استغفر الله، وهكذا سبح اسم ربك الأعلى قل سبحان ربي الأعلى، تأتي آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، وهكذا كان حال النبي في قراءته صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته مدا، وكان يقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تعد كلامه حرفا 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 في كلام الصحابة، يعني كلمة كلمة، يعني الحرف يعني الكلمة، عند إيه في لغة العرب القرشيين أيام النبي، احنا دلوقتي بنقول حرف حرف، يعني اللي هو ايه في الحروف الهجائيه، اللي هو ايه ابجد هوس حطي كلمه صعفص قرشت صرف ضرب، علشان كده انت بتكتب الف ب ج د ايه، مش كده برضو لما ايه ترقم الترقيم الابجدي، انما بعد كده عملوا الحروف اللي هي ايه الابتث جحر وهكذا، رتبوها بترتيب اخر، يعني مترتبه، فلما نقول حرف نقصد هذه الحروف اللي هي حروف المباني، لأن الحرف في لغة العرب إما حرف مبنى يعني يبني الكلمة، تقول محمد مكونة من أربع حروف مباني، ميم حاء ميم دال، يبقى الميم في لفظ محمد صلى الله عليه وسلم دي حرف مبنى، لأن بتبني الكلمة. في بقى حروف المعاني، محمد ظهر في مكة، في دي حرف، مش كده برضه، بس يسموه حرف ايه؟ حرف معنى مش حرف مبنى، لأنها تؤدي إلى معنى جديد. يبقى عندنا الحروف إما حروف مباني وهي التي تدخل في تكوين كل كلمة، أو حروف معاني اللي زي في ومع وإلى وعلى، الحاجات اللي هي ايه؟ معروفة دي كلها، وزي حروف القسم الواو والتاء والباء، والله والله بالله، كل دي اسمها حروف ايه معاني. العرب لما تقول لك ايام النبي صلى الله عليه وسلم لو اردت ان تعد قراءته حرفا حرفا، يعني يقصد كلمة كلمة، ما يقصدش بقى حرف المباني ولا حرف المعاني، واضح؟ الوجه الثاني، فإذا خفف النبي يخفف مع الإتمام لا يخل بالأركان، يبقى إذا خفف النبي في صلاته يخفف، ولكن مع تمام، مع كمال العبادة، بحيث أن تكون الأركان موفاة تمام. أنا كنت بصلي خلف إمام زمان كتير في الجامع جنب العيادة بتاعتي العشاء، إن ما كنتش تاخد نفس كبير عشان تقول الفتحة في نفس واحد ما تلحقش، تلاقي ركع ورفع، عشان كده أنا ساعتها بقى أموك أجيب الفتحة في نفس واحد أحيانا، متمرن بقى أنا من صليت ورا الإمام ده كذا سنة، فكنت حافظه، يعني أول ما لقوه في القبلة خلاص أروح داخل في الفتحة نفس واحد، وإلا مش هلحق على طول، فبتبقى خطر. فيخفف هنا يعني يخفف، يعني الناس فرصة يبلع ريق وهو بيقرا، ياخد نفسه بين آية وآية وهو بيقرا، ولا يكربكوا يعني حرام برضه تعب. فيعني مش شرط يخفف يعني في الزمن بس، ان تبقى صلاة سريعة تخلص في دقيقتين، لا، ان كمان يدي للناس فرصة تقرا،
وده برضو نوع من التخفيف، وإلا هيرهقه. الوجه الثاني يترتب عليه من الفقه جواز تحويل النية في إضعاف الصلاة. يعني أنت ممكن تبقى داخل صلاة ناوي تطول، أنت عاقد العزم أنا هدخل في الصلاة دي هجيب سورة البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في التانية، مرتب أنا كده قلت الله أكبر، وأنا في نص سورة البقرة طلب تليفون، حالة عاجلة، حد محتاجك ضروري، واخد بالك؟ لك أن تتجاوز ده، تروح راكع وقايم وقاري الفاتحة في الركعة الثانية وسورة قصيرة من إيه من سور جزء عامة وتركع، وبعد كده تتصل بالمكالمة. يعني ممكن تغير نية الإطالة إلى التخفيف، وهذا لا يضر، لا يضر في الصلاة. يترتب عليه من الفقه جواز تحويل النية في إضعاف الصلاة إلى خلاف ما دخل عليه من زيادة أو نقص. وبرضو ينبني عليه أنك أنت ممكن تبقى ناوي تدخل الصلاة تخفف تقرا ربع، تلاقي نفسك بقى إيه جالك وارد كده ربع ورا ربع ورا ربع ورا ربع، مش عايز تبطل، جالك مدد مع أن أنت داخل الصلاة أصلا تعبان ومرهق، لكن جالك كده مدد، تحصل أحيانا. فممكن يبقى العكس، تبقى داخل الصلاة ناوي تخفف تلاقيك طولت، وداخل الصلاة ناوي تطول تلاقيك خففت، وهكذا. كل ده لا يضر في صحة الصلاة، لكن بشرط لما يخفف بقى ألا ينقص من حد المجزئ شيئا، يبقى يدي بقى الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في الرفع والاطمئنان في السجود وثلاث تسبيحات مستريحين. بس 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 ايه اللي بيعمله ده؟ حتى لو في قطه هتبص تفتكر بينادي عليه، هو يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي كده بالراحه، لا بس 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 فما ينفعش. يبقى لما تخفف تقولها ثلاث مرات، بس تقولها ثلاث مرات اللي يسمعك يدركها، مش ايه مش اي حاجه كده. حتى المصريين يقول لك شوف بيبسبس في الصلاه، يعني التريقه، وحتى على اللي بيصلي بالطريقه دي المصريين العوام يقول لك يلا يا عم خش صلي بسبس لنا شويه، لانه مش عاجبهم حتى صلي. لكن بشرط الا ينقص من حد المجزئ شيئا، ومن اجل ذلك تحرز الصحابي رضي الله عنه اللي هو الراوي لما قال كان يخفف اما يسمع بكاء الصلي، فخاف لحسن اللي يفهم كلمة يخفف انه هينقص حتى من كمالها، يقول لك ولكن في كمال او في تمام، فيخفف مخافة اخف صلاة ولا اتم. شوف ولا اتم يعني اضاف الاتمام، عشان تفتكر لو قال اخف صلاة وما قالش ولا اتم قد تشعر ان احيانا يخففها لدرجة ما يتمش ركوعها ما يتمش السجود. وفي هذا التحرز من الصحابي دليل على فضلهم وصدقهم في نقلهم، ويترتب أيضا عليه من الفقه أنه لما كانت الصلاة وهي رأس الدين يجوز فيها تحويل النية من الأعلى إلى الأدنى، وتقيس على كده برضو حاجات كتير، إنك أنت ممكن وأنت بتصلي ركعتين سنة تحية مسجد تدخل فيهم استخارة، وانت في وسط الصلاه تدخل فيهم قضاء حاجه، تدخل فيهم سنه احرام، واضح؟ لكن ما ينفعش تدخل فيهم فرض، لان انت ناوي نافله اصلا، فما تتحولش النافله الى فرض، واضح؟ لكن ممكن تنوي فرض وتحوله نافله، دخلت جامع هتصلي الظهر وهم كانوا يصلوا ونسوا مشوا، فرحت انت ناوي ظهر لقيت جماعه ونشئت، فليك انك انت تروح محولها الى سنه الظهر القبليه وتخلص وتدرك الجنه، واضح؟ يبقى ممكن تنزل من الفرضيه الى النفل، لكن ما ينفعش تنزل من النفل الى الفرضيه، وما ينفعش كمان انك تغير من فرض الى فرض. امتى؟ يعني في بعض الناس دخل الجامع ألم أصلي ركعتين كده سنة قبلية لحد ما ربنا يبعت لي حد أصلي مع جماعة،
فقام راح نوى وهو بعد ما نوى بيقرا الفاتحه لقى واحد جه وقف جنبه وعمله امام. يقول خليه اضر. ما ينفعش. كده ما ينفعش. لان هو دخل اصلا نافله. فما ينفعش. ده هو في الحاله دي يستمر زي ما هو نافله. ويخلي الراجل اللي جنبيه فارغ. وبعدين يخلص ورا ركعتين ويسلم ويروح لافف واقف جنب التاني. لان التاني هيجيب 4 ركعات وانت هتصلي الركعتين. فانت هتسلم قبله. فاهم؟ تروح انت مسلم وجاي بقى واقف جنبه على يمينه وتنوي ايه الظهر. ماشي. تبقى كده صلاه صحيحه. انما تقعد تتلاعب داخل سنه وبعدين لما جاء والله كويس فرض فرصه. خليها بقى فرض الحمد لله ربنا بعته لنا. ربنا ما بينساش حد. ما ينفع زي واحد يلاقي مثلا مال مرمي في الشارع ودي امانه مش رزق. يقول لك يا سلام هو معهوش فلوس يقول لك ده ربنا ما بينساش حد ياخده يستحله. لا دي لقطه. لقطه دي ليها احكام. دي اللقطه دي مصيبه جات لك مش رزق جات لانها جت امانه وهتدور على صاحبها وتعمل اعلان وتسيب تليفوناتك وشغلانه موال وتسيبها عندك لمده سنه وتتمم عليها لتضيع وتحرزها. يعني جات لك مصيبه. لا في ناس بقى جهل يقول يا سلام والله ده ربنا ما بينساش حد الحمد لله كنت ماشي مش لاقي البطل ربنا بعت لي شنطه قد كده مليانه فلوس. مش الشنطه دي يعني بعتها لك نزلت من السماء ولا لقيت شنطه واحد نسيها. مش تدور على الواحد. فهمت؟ فساعات الانسان الجاهل بامور الفقه يقوم يؤول الاشياء بطريقه غلط. فيبقى ما تغيرش النيه احسن. نيه التعيين ولكن نيه التطويل او التخفيف لك ان تغير، لكن نيه التعيين الصلاه دي ايه؟ فما تغيرهاش احسن. وتبقى في الامان. لان من ايه اسباب بطلان الصلاه تغيير النيه. النيه في التعيين يا سائلي عن شروط النيه القصد والتعيين والفرضيه. مش كده يا رب؟ يبقى القصد والتعيين والفرضيه دي الشروط دي. ما تلعبش فيها. تلعب بقى في حاجات تانية. بتنوي جماعة وبعدين لقيت الإمام جاهل فتنوي الانفراد وتنوي وتسيبه. نويت أداء وهي كانت قضاء خطأ منك ما يضرش. كل ده ما يضرش، لكن اللي يضر إن أنا قلت نويت صلاة العشاء وبعدين وأنا في العشاء كده افتكرت إني ما صليتش العصر. يا قال لي عصر. ما ينفعش. كده ما ينفعش. ده اسمه تلاعب. خدت بالك؟ هنا النية ان هو مثلا نوى العشاء بعد كده افتكر نوى انه يصلي العصر. هو ما يغيرش. ما ينفعش. اصل النية وقتها امتى؟ عند تكبيرة الإحرام. انعقدت خلاص. وقت النية ما ليها وقت. زي وقت نية الصومين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهمتني ازاي؟ دي الفريضة لازم يبيت، إنما النافلة ممكن تستمر إلى الظهر. يعني انه بعد فجر في النافله. لكن في الفريضه ليها وقت. يعني ما ينفعش مثلا عليه صيام من رمضان وعليه قضاء فيوم صحي كده قبل صلاه الظهر راحت عليه نوم قال والله كويس معظم اليوم خلص ما تخليها بقى صيام من اليوم اللي كنت افطرته في رمضان. كده ما ينفعش لان انت ما بيتش النيه لان صيام رمضان قضاء وده فرض والفرض لازم تبيت النيه قبل الفجر. لكن ممكن تقول ايه والله كويس ده النهارده يوم اثنين خليه بقى صيام اثنين تمشي لان دي نافله لا يشترط فيها تبييت النيه. لكن ما ينفعش تبقى فريضه ولا نذر. واضح؟ يبقى النيه لها وقت. وقت النيه في الصلاه عند تكبيره الاحرام انعقدت خلاص. عنونت الصلاة دي ايه؟ ما ينفعش بقى في وسط الصلاة اشطب واغير العنوان، احط يافطة جديدة، ما ينفعش. خدت بالك؟ أنا خلاص سميت الصلاة دي صلاة كذا. ما أجيش بعد ركعة ولا اثنين أسميها تسمية ثانية. تلاعب. ادعوهم لآبائهم، النية هي الأب. هو أقسط عند الله. فهمت؟ لأن بتتولد الأعمال من داخل القلوب. مش كده والله؟ إشارة غريبة شوية بس ربنا بعتها لي ما أعرفش جاتني إزاي. أي القصد حضرتك والتعليم والفرضية هما إيه؟ القصد إنك تقصد الصلاة.
يعني واقف انا كده متجه للقبله وقاعد بذكر ربنا اقول يا سلام وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبعدين قلت والله لطيفه تخليها داخل الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. دخلت في الفتره وانا قصدت صلاه اصلا ينفعش، يبقى لازم انا اقصد الصلاه. عشان كده الاعوان كنا نعلمهم ومشايخنا يعلمونا واحنا ايام ما كنا لسه في الطلب يقول لك انوي بلسانك قل نويت فرض الصلاه او صلاه فرض الظهر عشان تبين القصد. بعد كده ما بتتمرن وتبقى راجل بقى كده يعني عندك نضج في الفقه مش مهم تقول بلسانك بقى خلاص وقت تقول الله اكبر خلاص وتستحضرها مع قلبك. لكن في الاول تدريبا تتلفظ بيها عشان تدرب نفسك اللي هي ايه شروط النيه كلها تدرب. وبعدين ايه كمان ويبقى الصلاه لله مش لحد، يقول لله تعالى مش شرط بقى لله تعالى مخلصا له الدين الذي نصر عبده مش هتبقى خطبه ايه فهمت يعني ايه لله تعالى خلاص عشان تبين الاخلاص. يعني كل ده تدريب للمصلي في بدايه حياته انه بعد كده يروح داخل في الصلاه على طول قاصد انها صلاه وقاصد ايضا انها لله، ثم يعين الصلاه دي اي صلاه كويس. القصد والتعيين، التعيين يعني عنوانها عشاء فجر صبح ظهر سنه قبليه سنه بعديه سنه قيام رمضان التراويح قضاء حاجه، ادي العنوان ادي التعيين. ثم ينص على الفرضيه، لان انا لو قلت نويت صلاه ركعتي الفجر الله اكبر ولما نصتش على الفرضيه انعقدت سنه الفجر القبليه. واضح؟ لان اسم الفجر ينطبق على الفرض وعلى السنه، يعني صلاه الفرض اسمها الفجر وصلاه السنه بتاعتها اسمها الفجر برضه، فلازم انص على الفرضيه. واضح؟ اسكت انت يا حنفي، الاحناف ما يعرفوش التفاصيل بتاع النية دي. النية دي نتكلم فيها الشافعية. طب الإقامة هنا مفروض ولا مش مفروض؟ الإقامة ها؟ يقيم ولا عادي؟ يقيم سنة. الإقامة دي سنة، لكن لو ما أقامش صلاة صحيح. أيوه. النهي يا سيدي وأحولها مثلا دلوقتي أنا أصلي قضاء حاجة وداخل الصلاة على طول حاجة إني أحولها مثلا استخارة أو كل ده مش مشكلة ليه؟ لأن كل دي اسمها نوافل. ونوافل غير مخصوصة، لأن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة وفي الاستخارة قال ركعتين من غير الفريضة، يعني كأنها هي مش صلاة مخصوصة. ده أنت ممكن تدخلها مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع أي حاجة، إنما ما ينفعش أدخل سنة الظهر القبلية مع تحية المسجد وأنا ما فيهاش، لأن دي صلاة مخصوصة مع إن دي نافلة ودي نافلة. يبقى النافلة المتعينة ما ينفعش أدخلها بعد ما ايه عقدت النية على غيرها من النوافل، لكن النافلة الغير متعينة زي الإحرام سنة الإحرام زي سنة الاستخارة قضاء الحاجة دي ممكن أدخلها بعد ما أكون نويت. واضح؟ تفضل. في حاجة تانية؟ هما اتنين ونوي بعد ما وصلت الاتنين قلت لا أطلع وأجيب اتنين تاني في نفس الصلاة ممكن يحول للزيادة في النوافل برضه. يعني انا مثلا ايه نويت صلاة سنة الظهر القبلية اربع ركعات، انا متعود الشافعية يحبوا يصلوا الاربع ركعات ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، لان الصلاة دي الاربع ركعات بالطريقة دي ثوابها اعلى، لكن يجوز ان يصلي الاربع ركعات زي الظهر كده، ويجوز كمان ان يصلي الاربع ركعات بتشهد في الاخر وما يصليش تشهد في الاوسط، وفي الحالة دي يقرأ سورة مع كل فتحة في كل ركعة لو ساب التشهد الاوسط، كل دي سوى صحيحه. فهمت؟ فانا نويت كالمعتاد سنه الظهر القبليه اربع ركعات، فانا نويت الاول ركعتين من سنه الظهر القبليه. على اساس ان انا هخلص ركعتين واسلم واقوم اجيب ركعتين تانيين من سنه الظهر القبليه. كويس؟ عشان اجيبهم اربعه. زي انت لما بتنوي في التراويح نويت صلاه ركعتين من التراويح، لان التراويح مش ركعتين ده 20. فكل مرة بتقول نويت صلاة ركعتين من التراويح أو من قيام هذه الليلة. واضح؟ فأنا صليت الركعتين دول وبعدين نسيت أقرأ التشهد، أقعد للتشهد، لقيت نفسي واقف لتالتة.
فممكن في الحالة دي يقول ايه يلا بركة خليهم اربعة واروح قاري بقى فتحة وصورة لان انا ما قريتش التشة واجيب الرابعة وفتحة وصورة لان ما قريتش التشة وبعدين اتشهد الاخير وقبل ما اسلم اسجد سجدتين للسهو وتبقى صلاة صحيحة نويت اثنين وخليتها اربعة. في صور انك انت تنوي ما لم تصلي والصلاة صحيحة في الفريضة يقول لك نوى جمعة وصلى ظهر واخد بالك لو أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية ينوي جمعة ولم يدرك الجمعة يجي الإمام يسلم يقوم يجيب أربع ركعات يبقى نوى جمعة وصلى ظهر فهم؟ دي صور نادرة بقى نوى ولم يصلي يعني نوى جمعة ولم يصلي جمعة وصلى ظهر ولم ينوي ظهر يقول لك ايه سيسأله في الشفوي اديني صورة كده يا ابني انسان نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي وصلاته صحيح الشيخ بقى عايز يعني يعقدها لك تقول انت تفكر تقول له من ادرك الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية لان عشان تدرك الجمعة لازم تدرك ركعة كاملة خلف الامام وبيدرك الركعة يكون بيدرك الركوع المسبوق فانا لقيته بيقول سمع الله لمن حمده فادركت ونويت يبقى انا كده ادركت جماعة الجمعة ولم اصلي واضح يبقى وقت النية عند تكبيرة الاحرام ده وقت النية كما أن وقت نية الوضوء عند غسل الوجه لأن الوجه أول الفرض فالنية المفروضة تكون عند أول الفرض وأول الفرض في الصلاة إيه؟ تكبيرة الإحرام يبقى النية عند تكبيرة الإحرام فهمت بقى؟ يبقى لها وقت كنا زمان شرحنا قلنا النية حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط ومقصود حسن سبع حاجات تعرفها في النية قلناها أيام ما كنا بنشرح البيجوري فمن أراد يرجع للبيجوري من إيه من تسع سنين هيجدها إن شاء الله ربما ويترتب أيضا عليه من الفقه أنه لما كانت الصلاة وهي رأس الدين يجوز فيها تحويل النية من الأعلى للأدنى مع إحراز الكمال فكذلك تكون القاعدة في جميع أمور الدين أن يكون الشأن العمل على حالة الكمال ولا يرجع لقدر الإجزاء إلا عند الأعذار يعني لما تنوي تعمل أي عمل من أعمال الدين انوي على أكمل وجه لما يطرأ بقى عذر بقى إيه قلله لكن مع التمام قياسا على الصلاة هي أعلى حاجة في الدين يجوز فيها كده يبقى من باب أولى أي أمر من أوامر الدين وإذا رجع إلى قدر الإجزاء نحافظ ألا ينقص من الواجبات شيئا أو ألا ينقص من الواجبات شيئا وعلى هذا البيان المتقدم من أحوالهم قد اختلفت الأحوال وظهر النقص بيقول لك الناس لما ما فهموش كده في عصره ده بيتكلم كده في القرن السابع الهجري بيقول ان الناس لما فهموا من أما قوم فليخفف قعدوا يخففوا لحد ما بقوش يطمئنوا فبيقول لك لا حول ولا قوة الا بالله فهموا الحديث غلط وأدوا الصلاة بطلة والدنيا هيقعد يعيط شوية على أحوال علماء زمان هم لو شاف علماء اليومين دول هيكبر عليهم أربعة قد اختلفت الأحوال وظهر النقص وقد رأيت بعض من ينسب في الوقت إلى العلم بيحكي يعني شفت من العلماء يعني وهو ممن يقتدى به كمان يعني مربي مش عالم وبس ده عالم ومربي ولا يكمل الواجب شوف المصيبة ولا يكمل الواجب في الصلاة يعني ما بتطمئنش زي الشيخ اللي بقول لك ده لازم تقرا الفتحة على نفس واحد يعني لو مدخن ولا واحد عنده كحة صلى خلفه يضيع ويا ويلك لو عطست ضاع منك الركعة كلها مش كده سريع على طول أنا نفسي بستعجب بيقراها إمتى حاجة إيه حاجة غريبة
ولا يكمل الواجب من بعض أركان صلاته، فإن لله وإنا إليه راجعون. شوف بيعيطوا أو الشيخ بقى يبكي، هو ما يقولش إن لله وإنا إليه راجعون إلا ودموعه مليانة وبتشحت من الإيه، من الوضع اللي شايفه. فإن لله وإنا إليه راجعون على تضييع العلم وحقيقته وتضييع العمل. شوف قاعد يندب على الوضع وتمامه. ولذلك قال رزين رحمه الله: ما أوقع الناس في الأمور المحظورات إلا وضعهم الأسماء على غير المسميات. قال لك فليخفف، فهم يخفف إنه هو يترك الاطمئنان، فحط التخفيف على غير معناه. التخفيف اللي في الحديث مش كده، فهم؟ على غير المسميات المعروفة. أولا لأن الآن إذا أخذنا بالتخفيف في صلواتنا خرجنا عن حد الإجزاء، لأن المطول منا في صلاته مهما طول في صلاته، اللي بيقولك ده بيصلي بربع، عارف اللي بيصلي بربع ده لو كان أيام الصحابة يرزعوا علقة كله صلاتين يا مجرم، تعالى هنا وقف وراي الله أكبر، يبتدي البقرة كلها في ركعة كله هي الصلاة. فهم؟ دي الحقيقة والله، كان زمان كده غالب حالهم كده، لأن المطول منا في صلاتي لا يصل بجهدي إلا إلى الإجزاء أصلا. يعني اللي بيصلي الربع ده يدوب هو ده حد التخفيف مع الإجزاء، فهمت؟ هتقول له بقى خفف، هيقول لك إيه؟ ثلاث آيات والمعنى ناقص، ما كملش المعنى حد، يعني أساء الأدب مع القرآن، يبقى سيبه بقى يقول حتى معنى لا يصل بجهدي إلا إلى الإجزاء بالنية. فإن نقص منه شيئا خرج عن بابه الذي طلب، ويترتب على تخفيف منه لأجل بكاء الصبي راعي حقوق الغير كما تراعي حقوق نفسك، فتخفيفها من أجل الصبي كمان. يبقى لما تخفف الصلاة مع مراعاة الاطمئنان فيها من أجل الغير بقت الصلاة ثوابها أعلى، لأنك بتؤدي حق الله وبتقوم بحق المخلوق كمان في آن واحد، فهم؟ فيبقى ثوابها أعلى لما تخففها من أجل العذر، كما تراعي حقوق نفسك فتخففها من أجل الصبي كمال فيها، فإنه حصل له في صلاة. يعني أنت لما هتخفف الصلاة هيقل الأجر لأن القراية هتقل، فممكن تقول أنا صلاتي لما خففتها ثوابها هيبقى أقل، يقول لك لا، ما هيجبرها ثواب تاني يجي لك انك انت راعيت حق الغير، يقوم يجي الثواب التاني ده يتحط جنب الصلاة الخفيفة يخليها كالصلاة تقيلة الطويلة، فهمت بقى؟ في هتتجبر يعني ما تقلقش يعني. فإنه حصل له في صلاته القدر المجزئ، وبدل الكمال يجبر صلاة أم الصبي برفع الفتنة عنها بتعجيل الصلاة وجبر الصبي نفسه عشان يلحق أمه وتطبطب عليه وتسكته، والواد قاعد بيتشحتف وغلبان وإيه ومتضايق إن أمه بعيدة عنه ومرعوب، والجامع بقى زحمة وقاعد يبص لوجوه الناس، والناس بقى ده عابس وده عامل وده بتاعه يبص له كده خاف يقعد يعيط، فهمت؟ يبقى أنت لما تخلص بسرعة تلحق تنقذ العيل المرعوب ده، انه امه تاخده في حضنها وتطبطب عليه، جبرت كسره وخاطره وجبر كسر المسلم. نعم، والواد ده مش مسلم، مو مسلم، مولود على الفطر مسلم، اسمه محمد كمان، عايزين هتحتنها، بس في ناس ما ايه يفتكر العيال دي مش مسلمين، دي له بالشلول كده، عيال مكرمين ليه كده؟ مو مسلمين يا ابني، تحب لأخيك ما يحب لنا، هو ده أخيك فهو ده أخوك، فلازم تعامل الصبي زي ما بتعامل الكبير بالرحمة. فإنه حصل له في صلاة القدر المجزئ، وبدل الكمال يجبر صلاة أم الصبي، يعني بدل ما يكملها طويلة فهو جبر صلاة أم الصبي اللي هي كانت هتقعد مخها يشت على ابنها ومستنية الصلاة تخلص، فأنت جبرت صلاتها برضه برفع الفتنة عنها بتعجيل الصلاة وكمان ثواب تاني وجبر الصبي نفسه، فجاء الخير هنا متعديا وهو الأكمل. وأما على قصد من غير بكاء الصبي
فتبيينا منه صلى الله عليه وسلم للقدر المجزئ في العمل كما بينه بالقول، وتبيين مقادير الأحكام أرفع الأعمال. ويترتب على هذا من الفقه أنه كان صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال على أتمه، حتى لما يخفف بيبقى على أتمه. كل حال النبي ما فيهوش فيه حاجة ناقصة أبدا، مش هو لما خفف الصلاة صلاته دي أنقص من غيرها، لا ده كاملة برضه زي غيرها، لأنه أولا بيبين وبيوضح وبيراعي، وخير يتعدى للمصلي خلفه وللأجيال اللي هتتعلم بعده. وأما الجواب على حد إتمامها فتعرفه بحده صلى الله عليه وسلم حين قال للمصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اللي هو الرجل اللي قاعد ينقرها دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي، اللي هو إيه اسمه حديث المسيء صلاته مشهور. فعل ذلك معه ثلاثا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام لما أن سأله التعليم إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقصد بتيسر معه القرآن عند مين؟ عند الشافعية الفتح، لأن الفتح أسهل سورة فعلا وأكمل سورة فيها القرآن كله. لو أردت أنك أنت تختصر القرآن كله اقرأ الفتح، فيها كل حاجة، فيها الحمد لله الثناء على الله، فيها الإيمان باليوم الآخر مالك يوم الدين، فيها الشرع الشريف وهو الصراط المستقيم، فيها كل الشرع الأوامر والنواهي في كلمة الصراط المستقيم، فيها كمان قصص السابقين جميع الأنبياء الذين أنعمت عليهم، دخل فيها كل الأنبياء وكل الأولياء وكل القصص فأنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، دخل اليهود ومن والاهم والكفار وفرعون ومن وكله، ولا الضالين العالم الضلالية كلها دخل، يعني فيها القرآن كله، فيها القصص والأمر والنهي والشرع والثناء على الله والاعتراف بالنبوة والرسالة، كل فيها كل حاجة، كل مقاصد القرآن اتقالت في الفتح. فهو لما تيسر من القرآن اللي هو ايه سبع آيات فيها كل القرآن لو قريته. عشان كده كان مشايخنا تيجي تقول له ادعي لي يا عم شيخ لك الفتح، ما يعرفش حتى هتدعي انت عايز ايه، واخد بالك؟ اول ما تقول له ادعي لي يا عم الشيخ ما يسألكش انت عايز ايه، طب الفتح. تيجي تقول له انا عيان يا عم شيخ الفتح، انا عندي امتحان بكره يا عم شيخ الفتح، انا مديون يا عم شيخ الفتح، انا مراتي مجننه يا عم شيخ الفتح، انا اتجوزت وما خلفتش يا عم شيخ الفتح، كل حاجه الفتحه لان فيها كل حاجه. ادي معنى ادي الفقه بتاعهم، تقرا الفتحه فيها كل حاجه. يبقى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شوف النبي ده لفظ النبي اهو، فالاطمئنان ده لفظ نبوي، اما نقول الاطمئنان ركن من اركان الصلاة ده لفظ نبوي. حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ردا على الاحناف، لان ممكن الاحناف عندهم يقول لك ايه يركع كده وينزل، يعني قبل ما يعتدل قائم صلاته صحيحة عند الاحناف، بطلع عند الشافعية. مع احترامنا الاستند من الاحناف، مع احترامنا فوق العمة. ما هو النبي هو بيقول له حتى تعتدل قائما، انا ما النبي يقول انا اللي قلت يا عم على الجمال يا سيدي، هم كانوا بيسهلوا بقى الصلاه ليهم. هو النبي بيكلمه دلوقتي على انه كانت صلاته باطله، يعني بيكلمه ازاي تبقى الصلاه صحيح، مش ازاي تبقى الصلاه كامله. بطل بقى، انت مش متعصب. راجل بيصلي صلاه باطله، النبي بيعلمه، بيبقى يعلمه ازاي تبقى الصلاه صحيح، يبقى ليه شروط صحه، هيقول لي شروط كمال، حاجه غريبه. شروط الصحه حقيقه وشروط الكمال مجاز، وليه تلجا للمجاز والحقيقه قائمه، مش كده برضه؟ الأحناف أصل تملي يتناوشوا مع الشافعية، والشافعية يتناوشوا مع الأحناف. لما تقعد تقرأ في الكتب الأحناف تجد معظم كلامهم بيردوا على الشافعية، وتخش على الشافعية تلاقي معظم كلامهم قاعدين يردوا على الأحناف. كتير من الناس بتصلي قبل ما تفرض ظهرها، لكن مناقشات لطيفة على فكرة، بتسري الفقه والعقلية، بتسري الفقه الإسلامي والعقلية، وفي نفس الوقت مناقشات بدون ما حد يعيب في حد. يعني كمان بيعلمك الأدب، إزاي تتعامل الأدب مع الخلاف. فمناقشات لطيفة. أنا كنت قوي يعني زمان أيام ما كنت يعني أقرأ في الفقه، كنت أحب قوي أقعد أقرأ مناقشات الشافعية للأحناف والأحناف للشافعية.
وانا بالرغم ان انا شافعي في بعض المناقشات عجبني فيها راي الاحناف وبيت حنفي فيه، بس مش هقول لك عليه دلوقتي. يعني في بعض الفروع انا حنفي فيه بالرغم ان انا شافعي. ليه؟ لان فعلا هم وجهه نظرهم قويه من حيث الادله والنظر، منها الرضاعه، قطره رضاعه تحرر في مذهب الهند. خمس ركعات من الشبعات دي على سبيل ايه يعني؟ هذا الحديث فيه اشكال كبير، لكن لو قطره لبن نزلت جوف صبي ثبت بها التحريم. ده مذهبي، وهو مذهب الاحناف والمالكي. مذهب الاحناف والمالكي. لا، في سن الصغر هو هيبقى طفل رضيع يتجوز امراه بترضع؟ ما هو ده، ما هو التحريم بالرضاع ينبني ايه؟ في سن الرضاع اللي هي الحولين، واضح؟ يبقى لازم كمان في سن الرضاع. انما هو هيتجوز في سن الرضاع؟ لو فارض تزوج في سن الرضاع، اتجوزته عشان ماله، واد بقى وارث ملايين، وجت ست كده عندها 20 سنه قالت جوزوني الواد ده، يجوز شرعا من حيث العقد يجوز. فلو خدته طبطبت عليه كده واديته صدرها عشان يلتقم جوزها بقى وجعان، هتسيبه يعني؟ في الحاله دي لو رضع يحرم عليه. فاهم؟ كل دي صور مضحكه لكنها فقهيه. لكن الراجل الكبير لو رضع من الزوجه فنزل قطرة لبن لا ينبني عليه التحريم، لأن التحريم ينبني على ما ينبت اللحم وينشز العظم. فاهم؟ إنما الرضاع الكبير لا يحرم بالإيه في الغالب الأعم إلا على رأي ستنا عائشة. وما وافقهاش باقي أمهات المؤمنين كلهم مش موافقينها. فهمت إزاي بس؟ فما نقولش بقى إن الرضاع الكبير اللي هم قعدوا عليها عملوا أزمة، واخد بالك، يرجع من السكرتير علشان ما يخلو بيها، مش عارف الكلام ده كله، ده كلام مضحك مش كلام فقه. المهم انت عايز تربي العقليه الفقهيه الكويسه، اقرا كتب الفقه المقارن وشوف ادله المعارضين وازاي كل واحد بينصر مذهبه، وازاي تنبني عندك ملكه ترجيح بين الادله، تبقى حلو. تقرا كتاب المحل الجلال المحلي ابن حزم اللي هو المحلي، واخد بالك، المحلى، المحلى لابن حزم، كتاب جميل. بس رحمه الله كان شويه صليط اللسان، لو شلنا حته صليط اللسان اللي عنده كتاب بديع، عقليه فقهيه عجيبه يمكن ما جاتش مثلها، اللي هو الامام ابن حزم، عقليه رهيبه ما شاء الله، وذكاء مفرط وتجميع للمعلومات وكيفية الرد، كتاب بديع لما تقعد تقرا فيه. بس يعني ايه في الحتة اللي فيها صلاة اللسان على المخالفين دي حقك، بس يعني ايه ما تقتريش بيه فيها، لكن انت اقتري بيه في طريقة التفكير والتحرر من التقليد، واخد بالك، مع مراعاة القواعد. يعني كتاب حلو تنبسط منه. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، شوف هيو. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كويس، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. رد الاحناف برضه، لان الاحناف عندهم لو سجد كده ورفع دماغه ونزل تاني سجدتين. فهمت؟ مشكله ما جلس بين السجدتين. فاللي هيعمل كده صلاته صحيحة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجزاه الله عنا خير، لأنه صحح صلاة كثير من الجهل. ودي رحمة كبيرة إن إمام كبير زي الإمام الأعظم ده الناس اللي صلت كده تختلط خلفه يوم القيامة، وهو بقى عنده ولا حجة يكلم ربه بقى، وراجل عالم كبير ولي كبير. فهمت إزاي؟ هيختلفوا خلفه خلاص، مش مشكلة، مش بقول لك خليها في رقبة عالم تسلم، لكن بعد ما عرفت اخرج من الخلاف بقى، واقعد مطمئن بين الجلستين، ارفع قائما مطمئن قائما، وهكذا عشان تبقى صلاتك ما فيهاش مشاكل. حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبقول عليه الصلاة والسلام، كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني نقصة
احتجاج هنا الشافعي فيهم انها باطله والاحناف فيهم انها ناقصه لان عندهم قراءه الفاتحه في الصلاه واجب وليس فرض. واجب يعني يحسن لو لم يقرا لكن صلاته صعبه مع الاثم. باقي المذاهب لو ما قراهاش تبطل صلاته. الشافعي قالوا بالبسمله لو ترك البسمله بطلت صلاته. المالكيه قالوا قراءه البسمله مكروه يعني يبدا بالحمد لله يا رب العالمين وانا ما شفتش مالك بيعمل كده. كل مشايخ المالكيه اللي صليت معاهم كلهم زي الشافعيه صلوا يبسم تعالى مع ان نص مذهب الامام مالك يكره قراءه البسمله مع الفاتحه في اصل مذهبه لكن كل علماء المالكيه اللي صلينا معاهم ما فيهم الشيخ اسماعيل صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله الصديق الغماني واخواته وابائه كلهم كانوا يبسملوا وهم ايه اب عن جد ملكي. وان كان السيد عبد الله في اخر ايامه يعني اخر 10 سنين من عمره كان مجتهدا يعني وعاش فتره طويله من عمره مالكي ثم فتره طويله من عمره يرجح بين المذاهب المختلفه وبعدين عاش بعد كده بقيه عمره في العشر سنوات الاخيره تقريبا على ما يراه هو مما صح من المذاهب فكان مجتهد. وهو اجاز ليا لاني طبيب بالرغم ان انا شافعي ان مس المراه لا ينقض وضوءها. قال لي خلاص انت ما تمس امراه وتكشف على ست وانت بتودي ما تتوضاش. مفيش مشكله. احنا شافعيه يعني لو الهوى بتاعها كده مشكله كنت طول النهار واقف في الحمام مشكله. فكانت صعبه. فلما اشتكيت له قال لي لا امشي على مذهب الاحناف في هذه المساله وانا ماشي عليها من زمان. فاللي يشوفني مثلا ايه يعني شفت على امراه وطلعت صليت ويقول لي ده شافعي ده ما بيراعيش مذهبه لا ما انا واخد ايه تصريح فلا تقتدي بي في هذه المساله على مذهب الشافعي. فالاحناف برضو يعني جزاهم الله خير ليهم فقه حلو واسع يعني اسروا الامه أسر الأمة بفقه بديع يعني. ولك أن تعلم أن أغلب أمة النبي متعبدة الله على مذهب أبي حنيفة. دي الحقيقة. يعني معظم الهند، معظم الصين، معظم باكستان، معظم أفغانستان تلاقي إيه؟ يعني مش أقل من نص مليار مسلم بيعبد ربنا على مذهب أبي حنيفة. والنص الثاني على باقي المذاهب. فما تستهونش بهذا المذهب الكبير العظيم لكن هي كلها مناقشات لطيفة دون انتقاص حق أحد لأن دي عقليات ربنا أرادها تظهر في الأمة علشان توسع مدارك الفهم. وبقول عليه الصلاة والسلام كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج لأن التمام في الصلاة في 3 أشياء في الإجزاء في القراءة وفي إكمال الأركان وفي إكمال عدد الركعات فيكون ذلك بعد تحقيق دخول وقتها والله تعالى أعلى وأعلم.